السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. كما كتشوفوا معايا ليدل من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم بعض الحاجات اللي سولتوني عليهم في التعليقات، خصوصا داك الفيديو اللي كنت نهضرنا على كريمات. مهم خليكم معايا كنهديكم هاد الورود شحال مزيونين كاملين بكم. المهم دابا غادي نمشي نيشان الموطا ديال دانونيس يوغوريس. واحد الاخت صاحبتني قالت لي بالنسبه بغات شي دانون يكون ناتورال، يعني ما فيهاش نسبه السكر، يكون طبيعي. انا كنت ديما اللي يدل كندي هذا الدانون، هذا كنستعملو كناكلو وفي نفس الوقت كنستعملو في الوصفات وكنستعملو حتى في بعض يعني في بعض الشهيوات، في بعض الماكلات كتطلب انك تعمل يوغور مسوس وتقدر تعمل به بزاف ديال الحاجات، حتى الناس اللي كيبغيو يعملوا الحميه وكينقصوا من الوزن. مزيان كيطيح الكرش. دانون مسوس كتاكلو في الليل قبل ما تنعس مباشره، كتعمل في واحد ملعقه ديال الشوفان وشويش كتعصر عليه شويه ديال الحامض. دانون مسوس اللي كيبغي يطيح الكرش كتعصر عليه شويه ديال الحامض وصافي، وكتاكلو قبل ما تنعس. راه مزيان البنات، مزيان حتى المصارن اللي عنده القابط، راه مزيان بزاف يوغور مسوس قبل ما تمشيو تنعسو تاكلو. يعني قبل ما تمشيو تنعسو تاكلو شي واحد وتمشيو تنعسو. المهم كاينه هذا اللي فيه حتى هو مزيون، فيه السكر اسمر. حتى هو كنت كنديه قبل ما نبقى ندي ديك المسوس، كنت كندي هذا بزاف، هذا بزاف، ولكن مؤخرا رجع كيعجبني هذاك حسن، ما فيه لا سكر لا والو، كيجيني مزيان. المهم كاينه بزاف الشكل ديال دانون، ولكن دائما خصكم تشوفوا كاينه بعض دانونيس كيعملوا فيهم خيلاتينا ديال الحلو في حشاكم، خصكم تردوا البال لهاد القضيه هذه. هاد بادام مزيان فوالو مزيون، هذا فيه 500 غرام وفيه النكهات بزاف. بحال الشكل دابا هذا، هذا راه معروف خيلاتينا، واخا بلا ما تقراو لا والو راه معروف بزاف خيلاتينا ديال الحلو. في هذا فيه النكهه ديال الليمون. هذا فلان لي مزيون ما فيه حتى شي حاجه، مكونه ديالو ما فيه لا لاكوديكوس ولا خيلاتينا، ما فيهش مكتوبه فلان. هادو داك دانون ديال العيال الصغارين حتى هو مزيون ما فيه حتى شي حاجه. وها عندك حتى هذا تفريسه، وكاين حتى داناب ديالهم صغارين حتى هما مزيانين. ودابا غادي نمشي للاخت اللي كانت سولتني ديك الفيديو اللي كنت نزلت ديال كونسوم، ودرت على كريم شونسيي غبره، وكانت كنت قلت بانني كندهه من ليدل، وكانت قالت لي ملي مشيتي خصك توريه لي راه ما كنعرفوش. هو هذا شونسيي، هذا سائل شونسيي سائل، هذا غبره سائله، كريمه سائله، وهذاك يعني بارامونتار ناتا بارامونتار. هادي اللي كنديو صراحه مزيونه، كتطلع غزاله دغيا كتطلع، ما كتبقاش يعني جاريه، كتطلع فقط تكون عندك غير في النبيره يعني في الثلاجه وكتطلع. حتى بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تطلع لهم كريمه فقط يخلطوا معها الجبن، دائما كنقول لكم تخلطوا معها الجبن اللي كيكون السوس وراه كتجي مزيونه. وهادي ناتا ولا كريمه ديال الطياب. بغيت ندي ديك كاكاو بالرو حرام وتقول جابوه، يعني مي جابوه ديك المره ما عاودوش يجابوه، كنت محتاجه خصني نديها ديك المره، كنت غنديها ونسيتو. كنت صورت معكم فيديو قلت لكم راه جابوه اللي بغى يديها، وانا صدقت ما ديتوش، هي يعني عندي ولكن بغيت نديها عاود حيت ما كيجيبوش دائما، كيجيبوه قليل فكيجيبوه وصافي. غندي هاد حبيبات الشوكولا وصافي. هذا لي شابلوغ عندهم هنايا في مخلط، يعني ديك الخبز اللي كيكون مطحون. عندهم في العشب، انا كندي هذا اللي ما فيه والو، كنسمو داكشي اللي كيعجبني انا، ما
كامل 42 سنتي. بالنسبه للبنات اللي جدادين ما كيعرفوش البنات الحلوات، الحلوه كامله بنات ما صالحاشي، حيت كاينين بعد البنات كيدخلوا يقول لك حنا عارفين هذا الشيء، لا كنت انتينا اختي ما عارفه. راه بزاف الناس ماشي ضروري تكون انتينا عارفه، راه الناس كاملين عارفين، راه انتينا عارفه، راه كاينين بزاف الناس ما عارفين شيء، وفي نفس الوقت كاينه بزاف الناس راه عارفين. المهم دابا غادي نجيو للحلوه، الاخت اللي سقساتني على الحلوه، الحلوه خصوص الحلوه اللي كتكون في حد قومة، اللي كتكون في حال يعني الشكل ديال السبوخه، هذه كامله بنات فيها خيلاتينا ديال التحلف حشاكم بعدا كامله هذوك كاملين تقريبا. اللي المهم اللي ما فيهمش هما الحلوه اللي كيكونوا عاديين. انا غادي نوريكم الحلوه اللي ما كتكون ما فيها والو، ما فيهاش خيلاتينا. اما هادو ديال قومة اولا هادو ديال اللي رطبين، هادو كاملين فيهم خيلاتين. غير غادي تقلبوا مكونات، غادي تجبروا خيلاتين مكتوبه تما في السطر الثاني اولا السطر في الاول، يعني ما عندكم في التلفو راه كاملين. هو حتى ولدي مسكين معايا حتى هو كيقول لهم متى هذه فيها كاملين، حتى شي ولادي حتى هما كانوا كيحماق ولا تشكل الحلويات بحال هادو كانوا كيديهم من بعد العقد. ملي عرفت فيهم بقينا شي كندخلو نهائيا، حتى ولادي يعني قلت لهم بان هذه فيهم تحلف يعني، هما الحاجه سبحان الله كي هي فقط راه قريتهم كاملين فيهم خيلاتين. الحلوه اللي ما فيها شي اللي كتكون قصحه بحال ديك الحلوه ديال كراميل اللي كتكون قصحه بحال المهم. اما هادو اللي رطبين كاملين دقومة اللي رطبين كاملين فيهم خيلاتينات. دابا غير هادي شوفوا شحال كتابة فيها، يعني كارثة كنعطيو لولادنا كوارث. هاد شحال كتابة يعني داكشي كلشي مكونات راه مصيبة وصافي، شي ما صالح شي والله ما صالح مرة. ولكن بحال دابا هادي مزيونة الحلوة، هادي فيها شي وعندك هاد الشكل هادي. المهم كاينة بزاف، ماشي كاينين بعض الحلوات اللي كتجبر ما فيهم مكتوبين والو. المهم الواحد يقرا وصافي قبل ما يدي. عطى الله انسان ما يبدل، ماشي كل شيء فيه، ولكن ديك الحلوه هذيك اللي كارثه وصافي ديال قومة اللي ماشي مزيانه. المهم بنات دابا خلينا الحلوه وجينا المقطع ديال المكياج اللي كيحمقوا عليه بزاف ديال البنات، كيهمو هذا الموضوع بزاف. انا وحده منهم. المهم دابا غادي نمشي نشوفو واحد الاخت كانت سولتني في التعليقات ديك الفيديو اللي كنت نزل ديال ليدل، كانت قالت لي ما كرهتش شي كريمه تكون زعما مزيانه للبشره الحساسه. شتي هذيك اللي كنت معكم انا فيديو اللي كنستعملها انا، هذيك بيده ديال البشره الحساسه، هادي حتى هي البشره حساسه وجافه، وهادي كتستخدمها يعني 24 ساعه، يعني تقدر تعملها بالنهار تعملها بالليل فوقاش ما كان، البشره اللي كتكون حساسه وجافه. وهادي بيدان البشره حساسه حتى هادي ديال الليل اللي كنت سبق اللي هضرتكم عليها وصورت معاكم. انا كنت كنستعمل هادي اللي كنستعمل صفرة النهار حتى هي البشره حساسه، وحتى هادي البشره الحساسه. هادي البنات اللي كنت استعملت كريمه اللي كنت استعملت وكنت سبق اللي هضرت عليها، عملت واحد الفيديو عليها، هادي الوحيده اللي كانت ما جاتليش مع وجهي، هادي البشره العاديه ما جاتليش مع وجهي كيما استعملتها. ماشي ضروري البنات تجيني مع وجهي، انا تجيك تجيني مع وجهك اولا تضرتينا تجيك مع وجهك، انا ما تجينيش مع وجهي، لان كل واحد سبحان الله البشره دوشو، تقدر الحاجه تينا تجي معاك انا ما تجيش معايا، تقدر الحاجه انا تجي معايا وتينا ما تجيش معاك، ماشي بالضروري انا جيت معايا تجي معاكم حتى نتوما. هذيك كانت عملت لي شويه ديال الحبوب في وجهي، يعني كيما استعملتها بدات كتمني حبوب، هذاك الشيء بيا صافي وقفتها، يعني هي عملتها شي ثلاثه مرات وقفتها، عرفتها بان هي عملت لي مشكل وقفتها صافي ورجعت نديالي هذه. لانني علاش جربتها؟ لان الناس كيبقاو يقولوا لي واش الحاجه مزيانه ماشي مزيانه، كنبغي نجربها في وجهي، كنقول ماشي مشكل نجربها صافي. كنجربها هذيك صراحه ما عجبتنيش، وبديت كندي الصفراء اللي هي دائما جات لي مع وجهي حسن. بالنسبه للكونتورنو ديال الاخص يعني حول العينين، كونتور حول العين هذا مزيون. الا كنتي كتستعمل هذيك الصفرة
الكريمه الصفراء ديال النهار هذه مزيونه، ديها استعملها بالليل وبالنهار كتستعملها. واحد المره كنت نزلت لكم فيديو على هذه الكريمه هذه اللي فيها الكولاجين وفيها زيت جليسيرين، اللي كنت صراحه شكرتها بزاف، وبزاف ديال البنات استعملوها، نساء عامه استعملوها وشكروني عليها، قالوا لي راه عجبتهم بزاف هذه البنات، حتى داك الخطوط الرقاقي اللي كيكونوا في الوجه ديال التجاعيد كيزولوا، خصوصا داك الخطوط اللي كيكونوا ديال التعبيريين فحال مثلا في الجبهه ولا في حول العينين كيزولوا مزيانه بزاف. شني انا المشكل ديالي اللي كنت وقفت حيت بدات كتملي شويه، كنت كنستعمل الليل وبدات كتملي شويه بحال كتملي البشره، رجعت لي البشره ديال كلشي بحال اللي مدهنيه شويه وصافي كنت وقفتها. المهم حاجه اخرى اللي مزيانه بزاف هذه ديال كونتور حول العينين، حتى هي هذه ديال التجاعيد اللي كيكونوا داك التجاعيد عندنا رقاقين في تحت العينين ديالنا اللي كيتكونوا سبحان الله العظيم مع انسان كيتقدم في السن، وكاين الناس حتى باقي صغارين وما عندهم التجاعيد حول العينين ديك المنطقه، فهذيك مزيانه واعره بزاف البنات. المهم دابا غنمشيو لواحد الحاجه اللي واعره كثر 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 كثر، هو هاد السيرو البنات اللي قليل فيه نقدر نجبروه فيما كنبغي نديه، كنجبرو مطارو به كيديوها بزاف حسن الحظ جبرت باقي واحد اللي كاين هنايا، هو هاد السيروم هذا البنات ديال التجاعيد، روعه 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 هاد السيرو هذا. غتقولوا بان انسان باقي صغير باقي ما جابش التجاعيد، ماشي ضروري تجيوك التجاعيد عاد تعمل هاد السيرو، هاد السيروم فقط عملوه من الخطوط الرقيقه، ديك الخطوط اللي كتكون تعبيريه ديال الوجه بحال مثلا ديك الخطوط اللي كيكونوا في الجبهه ديال التعبيريه بحال تحت حول العينين فين كاين يعني حول الفم، يكونوا ديك التجاعيد رقيقه بنات كتعملوه ما كيبقاش. انا كان عندي واحد الخط رقيق عندي في الجبهه ديالي، بقيت كنعمل هذا السيرو روعه ما بقاتش الريحه ديالو، ديك الخط اللي عندي رقيق في الجبهه ديالي يعني هذاك فقط خطوط تعبيريه، روعه هذا السيرو. كنتمنى بنات الا جبرتوه ديوه راه غزال بزاف، يعني السيرو عنده الدور كبير اكثر من الكريمه، لانه البشره ديالنا كتمتص السيرو يعني مدوبل على كريمه، يعني كتمتصه بواحد الطريقه روعه. المهم كنتمنى بنات يعجبكم هذا السيرو ديال التجاعيد، خصوصا الناس اللي عندهم تجاعيد رقاقين في الوجه ديالهم غادي تستعملوه وغادي تشوفوا ان شاء الله الفرق اللي غادي يبهركم. المهم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو بنات، الى عجبكم تشجعوني باللايكات ديالكم والتعليقات اللي دائما كنقراهم وكيفرحوني ما شاء الله عليكم، وتبارطاجيو الفيديو مع اصحاب الاصدقاء. بسلام عليكم في امان الله، في فيديو مقبل ان شاء الله.